حاضر معانا السيد حسني احسن رئيس فرع لشبان بجرونفيلي الرياضيه. سي حسني مرحبا بك. خوي مرحبا بك. معاش عايش خوي. مرحبا سي حسني. شنو اللي صار بالضبط؟ انباء وصلتنا عن اعتداءات كبيره في قليبيا لشبان جرونفيلي الرياضيه. كان تحكي لنا اللي صار بالضبط. اليوم نكورو في قليبيا مع العشرة نتاع الصباح. مشينا نكورو على رواحنا، امورنا واضحه، ربحتنا قليبيا واحد شيء عدلنا، ما فما حتى مشكل. مره عانا يدخل وليد من البنك يضرب في جوارات قدام الربيت، ومن بعد يجي رئيس الفرع، رئيس فرع الشبان نتاعه، يدز لونترنيور نتاعنا ودخول، يدخل الجمهور، واحد مكسور في ساقه فادي بن سليمان، واحد عنده أربعة غرز ياسين بن عمر، عزيز بن كامل كرونته ما يحركهاش. شنو السبب سي حسني معنا في هذا الكل؟ كله في مستشفى جرونفيلي. معنى متواجدين الملاعبين موجودين في موجودين في المستشفى جاوي بنابل، يعني تو الملاعبين تو تو كانوا في جرونفيلي وقدموا شكاية غاديك في جرونفيلي في المركز وكل شيء، تو بعثوهم لهنا في 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 نابل باش يقوموا الاجراءات الاخرى، تشوفوا كرومته كيفاش. لونترنور وسيم الفرشيشي فمه مكسر ما ينجمش يحلو، الراجل المعرس وكذا يعلم به ربي، مش عارف كيفاش. نحكيو في نحكيو جونيور خويا جونيور جونيور، ومباراة ما فيهاش رهان يظهر لي سي حسني. يعطيك الصحة ما فيها حتى رهان، نلعبوا هكاك برا لا لا بطولة لا تروفي، ماك تعرف لي جون ما همش لاهين بينا جملة واحدة. هزينا مشينا نكور على رواحنا، هزينا زيريات نتاعنا ما فما حتى مش، ومشينا لعبنا لهم كوب زاد غاديك سي حسني. باش نزيدوا نحطوا باش نزيدوا اي باش نزيدوا نحطوا الامور في اطارها، معناها هكاك معناها ما فما حتى شيء صار. شنو السبب؟ ما فما شيء عدلنا واحد واحد كورة، ما فما حتى شيء اياب ولا قدام الاربيتر، ما فما حتى شيء باياب، ربما في الذهاب صارت حاجة باش يعمل لنا حتى شيء. بس يا حسني لعبتوا مع قليبيا في جرونفيلي ولا؟ لهنا لا ما لعبناش. معناها أول مباراة هذا. اي باش يجيونا هما كانوا يلعبونا، مشينا بحذاهم يا خويا فرحوا بينا، يرحم والديه فرحوا بينا، ما تصورش أنت. حصرونا في حجرات الملابس، ورئيس الفرع بيدو يضرب، هو اللي ضرب لونتونور نتاعنا، رئيس الفرع نتاع قليبيا ضرب لونترون نتاعنا وسيم فرشيش، وحصرونا غاديك. والامن ماك تعرف في لوجون يجي واحد ولا زوز، ومن بعديك بالتدخلات من جرونفيلي من المنطقه نتاع جرونفيلي باش جاو خرجونا، وباش جاو بالكراهب نتاعنا بعدناهم ليضربوهم. صار فينا هذه كره قدم خويا. هذه ماتش في السيون في نابل. مشيت لغاديك نستنى في جوارات نتاعي جايه. قدمتوا شكاية في الحكاية سي حسني؟ جاي يمشي تو، جاي يمشي اللي مكسور اللي باش يخرز ولا كذا. اي قدمتوا شكوى ولا؟ قدمنا شكوى في مركز جرونفيلي. اي واضح يعني زاد حتى شيء راه ما يبرر العنف، لكن كان يحب يدخل معانا شكون من مسؤولي قليبيا زاد يدخلوا معانا، لكن حتى شيء ما يبرر العنف، يعني ملاعبيه مكسوره، ملاعبيه مطيشه في السبيطار، ونترونور مضروب. شكون هنا يتكلمني يقول انا عملت حاجه انا كذا عليها كاي بالله ما صارش يعني. عندي 17 سنه اول مره تصير لي الحكايه هذه، اول مره. وجيران المشكله الجيران رجال وتلوع ودراسنيه نقولوا يتفرجوا في التلفزيون ويطبقوا علينا. نحن علاش عملنا لهم؟ علاش عملنا لهم؟ دراريات صغار من غدوه يقروا، الحمد لله القرايه رجعت هما مش راجعين، واللي مكسور واللي مغرز واللي يبكي واللي علاه؟ علاه باللي هذه كره قدم، هذه تونس هكاش نتقدموا سي وديع؟ علاه؟ تي مهمشة الديفيزيون 3 مهمشة على الاخر، ساعات اربيتر ما يجي، هذا يا اربيتر حاضر. ما حبش يعطينا لا فود ماتش لا حتى شيء، تلقاوه في الجامعه وقلتوا عليه جماعه تقليب شكون راه باش يكتب فيها الفود ماتش، راهو بالتهديد، راهو حطنا نحن اللي ضربنا ونحن اللي عملنا ونحن كذا وكذا وكل شيء يشرد علينا نحن تو. ما نسبقوش سي حسني، ما نسبقوش الاحداث شنو كتب الحكم في ورقه المباراه، لكن انتم طالبتوا ورقه المباراه وما تمش مدكم بها هكا ولا؟ ما عطاناش شيء، قال لك تاخذها في الجامعه اخوي. اي لكن المباراه سي حسني سامحني، اسكو المباراه انتهت في وقتها الطبيعي ولا انتهت؟ لا مش في وقتها القانوني مازال. اي دونك هنا تعرف وقت اللي يقع ايقاف المباراه راهو الوثائق ما يعطيكمش الحكم، راهو الوثائق يهز الفيدو ماتش، يهزها للرابطه يعطيها كامله، ما يعطيش حتى الفريق، لا فريق اتحاد قليبيا ولا فريق جرونفيلي. اما هذا ديما نقولوا احنا راهو نحكيوا على هذه اجراءات اداريه يقوم بها الحكم، دونك هنا ما تنجمش تاخذ من عند الحكم ورقه تحكيم مباراه. ها المدرب، ها المدرب ايه به هات ناخذ معنا المدرب سي وسيم شاشي فرشيشي. سي وسيم مرحبا بك. عسلامه خويا. مرحبا سي وسيم. خويا بارك الله فيكم اللي
اللي معني خلي يعطيتونا صوت باش نحكيه احنا كجرومبيليا الرياضيه. جمعيه عريقه كبيره برشا. ما عندنا معناها مشكله في الكابون لهنا. حسينا رواحنا اللي معناها جمعيه مظلومه ومهضوم حقها. اليوم صارت لنا من الطاف الله هي كارثه من مباراه معناها في صنف اواسط بين جرومبيليا الرياضيه والاتحاد الرياضي القليبي في قليبيا. المباراه معناها ماشيه كل شيء صافا معناها نلعبوا اولاد صغار يلعبوا في الكوره وفي الاخر بكل معناها احنا قاعدين نعلموا في الكوره. مرانا كان الشوط الثاني الاتحاد الرياضي القليبي سجل هدف عندهم ملاعبي معني عمل اشاره خايبه برشا للبنك نتاعنا. ملاعبيتي شافوه معني مشاو باش تصير مشكله وكل شيء مشيت انا كوفريت وباش معني ما تكبرش. يجي رئيس الجمعيه نتاع الاتحاد الرياضي القليبي وقاعد نعرف ايش معني نعرف رئيس الجمعيه انا سي سعيد الهرقلي سي سعيد القريتلي رئيس الجمعيه نتاع الاتحاد الرياضي مش رئيس الفرع رئيس الجمعيه رئيس الجمعيه معناها شدني انا وبدا معناها ضرب ومضروب وكل شيء واعتداء على المدرب المساعد نتاعنا وكل شيء. كي شافوا انت ملاعبيه معناها سخان وماك تعرف وكل شيء ملاعبي تقليبي زاد ولاو يضربوا ملاعبيتنا وكل شيء. الحكم قام بالمردود اللي لازم رانا نشكروه ومعناها عمل كل عمل اللازم. ما رانا من بعد كان الجمهور بتاع قليبي هبط من الشيرات الكل. فما شكون من جمهور قليبيا جاب فلام اسمه باراشوت حاجه كيما هكا انا والله العظيم جاب باراشوت من الطاف الله زاد ما عرفش كيفاش يحلها كان باش يضربنا بها وجاب الشوك الكتريك والامن غادي باش فرق الجمهور بالكرتوش الحيره وبالرصاص يضرب بالرصاص في الهواء فهمني هذا الكل معناه معناه ماتش جونيور بالكرتوش الحي ماتش جونيور معناه نتسماه كنا من ولايه نابلس شنيه جرومبيليا شنيه قليبيا ولا بني خلاد ما زبوز الف فما تواجد امني فما تواجد امني من الاول وقت اللي بدات المباراه بدات بامني اكهوا فما امني موجود اكهوا وقت اللي معناه كثر الحجر والجمهور هبط ولا تعداد مهول ما عادش تعرف شكون الملاعبي وشكون المسؤول وشكون فما نساء زاده في وسط الماء ما فهمتش انا معناها جاوا يتفرجوا ولا هما في المشكله ومساكر حتى هما ضربوا بالحجر من الجمهور نتاعهم. معناها الاضرار توا سي وسيم اعطينا شنو بالضبط الاضرار نتاع الوليدات هذوما شكون سمعنا برشا وليدات عندهم اصابات بالغه. عندنا سته اصابات بالضبط. عندك انا عندي اصابه على مستوى الفم وتوا انا متواجد في المستشفى الجامعي في نابلس. عندي ملاعبي واحد اخر عنده كسر في ساقه اليمين. عندي ملاعبي واحد اخر عنده معناها رقبته ما عادش ينجم يدور يمين ويسار. وعندي ملاعبي في راسه زوز غرز وملاعبي اخر عنده مشاكل في الضلوع زاد باش نشوفوه. عندنا احنا ملاعبيه تو متواجده في المستشفى تاع جرومبيليا وملاعبيه متواجده في المستشفى تاع نابلس. يا ولا حوال يا ولا حوال سي وسيم على كل ان شاء الله اول حاجه نتمناوها اول حاجه نتمناوها انه الملاعبيه الكل يقوموا في حاله طيبه ان شاء الله وما تكونش الاصابات بليغه برشا. ثاني حاجه اكيد انتم باش تتبعوا الموضوع ونحن زاد نتبعوا الموضوع يعني مباراه كره قدم صنف اواسط. تتبع امني سامحني فما تتبع امني في منطقه الشرطه بجرومبيليا ونتوجه لهم بالشكر وكانوا متواجدين معنا من في المستشفى وفي في المنطقه ومعناها ان شاء الله معناها باش ياخذونا حقنا وكان احنا زاده غالطين احنا مستعدين زاده كيف كيف. فما تواجد امني من بعد جاي غادي عندهم شافوا كل شيء على عينيهم وعندنا لهنا زاده شافوا الملاعبيه كيفاش مضروبه وكل شيء. انا مستاء معناها على الاخر من النيفو معناها اللي وصلنا له في الكوره في تونس. مش انت بركه سي وسيم مستاء يظهر لي اللي يسمعوا فينا الكل مستائين على كل مشكور على التدخل نتاعك وسيم زاده سي حسني حسن ان شاء الله لاباس وان شاء الله لاباس للصغيرات الكل. على كل كان معانا رئيس فرع الشبان سي حسني حسن زاده سمعته مدرب الفريق وسيم الفرشيشي مدرب فريق أواسط الجرومبيليا الرياضية.